يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21، الإسكندرية 28-19، مطروح 28-18، بورسعيد 26-20، والإسماعيلية 32-20. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 21، العريش 28-17، طابة 30-22، شرم الشيخ 36-26، والغردقة 35-26. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 26، أسوان 39-26، الوادي الجديد 37-20، شلاتين 34-26، وأخيرا حلايب العظمى 32 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.